يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أراد شراء سلعة من تاجر كسيارة مثلا، وأعطى المشتري مواصفات معينة للتاجر، وأخذ التاجر منه جزءا من المال ووعده بالشراء خلال يوم أو يومين، ثم أحضر له نفس السلعة واتفق على البيع بالتقسيط بالرغم أن السلعة بنفس المواصفات المطلوبة وليس فيها غبن، هل هذا البيع جائز؟ هذا بيع منصوف في الذمة، إذا قدم له الثمن كاملا على أن يحضر له السلعة بمواصفات معينة فهذا يسمى بيع منصوف في الذمة، يجري مجرى السلم، فهو صحيح، البيع صحيح بهذه الصورة، لكن بشرط أن يسلم القيمة في المجلس لئلا يكون بيع دين بدين. نعم.